السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية، ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير FM. ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ عثمان الخميس، الذي يحلو لمحبيه بأن يصفوه بأسد السنة. سوف نتكلم عن موضوع حساس وموضوع خطير وشائك، هو موضوع الشيعة في الخليج، هذا في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني سوف نتحدث عن الأيام السبعة، وهي أيام حفلت بالكثير، لعل أبرزها هو موت العقيد القذافي. وفي الجزء الأخير الشارع يسأل مجموعة من الأسئلة للشيخ عثمان الخميس. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم من جديد، وباسمكم أرحب بضيفي الشيخ عثمان الخميس. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالرضا والعافية. أنا سعيد جدا بزيارتك لنا في السعودية. يا مرحبا بك. الله يعطيك العافية. أريد أن أتكلم عن علاقة الشيعة بالسنة، يعني من خلال قرون طويلة وعديدة هناك مليء بالصراعات وبالآلام وبالأحداث. قبل أن أدخل إلى يعني مراد الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقة وكيف نحقق مراد الله، أنا أريد أن يعني بشكل مبسط وسريع نوضح الفرق. يعني الشيعة هناك الاثنى عشرية، هناك الإسماعيلية، هناك الزيدية، الكلام الأكثر عن الاثنى عشرية، لو أعطيتنا لمحة بسيطة كذا حتى نفهم الفروقات وتحديد الاثنى عشرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكرك على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل أعمالنا عامرة بذكره جل وعلا، وأعتب عليك وإن كنت مجرد ناقل. نعم. قولك يعني أنه يحلو البعض أن يقول عني أني أسد السنة، فالله المستعان، يعني أرجو أن أكون شبلا من أشبالها، ولكن الناس أحيانا تبالغ وتعطي بعض الأمور أكبر من قدرها، وهذا ما جبلنا عليه والله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ما يقولون. نعم. ولا يحاسبني على ذلك. أما بالنسبة لما سألت عنه، فبالنسبة للشيعة هي فرق كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 70 فرقة، كما ذكر النوبختي جمعة كبيرة من الفرق التي تنتسب للتشيع، وكذلك المجلسي في كتابه البحار أيضا ذكر فرقا كثيرة، وسعد القمي في كتابه الفرق الشيعة ذكر فرقا كثيرة. هي فرق كثيرة، لكن قد تكون هناك فرق أمات الفرق، يعني كبيرة جدا، كالاثنى عشرية، الزيدية، الإسماعيلية، هذه فرق كبيرة، وإن كانت كل فرقة من هذه الفرق فرخت فرقا أخرى. نعم. نحن نتكلم عن الاثنى عشرية بحكم القرب المكاني، بحكم أنهم في الخليج، وإلا الإسماعيلية يوجدون خارج الخليج، يعني ما عدا في السعودية، في جنوب المملكة. نعم. في جنوب المملكة، في اليمن، في الهند، باكستان، أفغانستان، لكن توجد الإسماعيلية في الخليج كلهم 12. نعم. نعم. الأصل أنهم 12، قد يكون في قرامطة، هم بقايا القرامطة الذين كانوا في الإحساء، قد يكون ما زال هناك قرامطة لكن ليسوا ظاهرين بالصورة. الزيدية وين مكانهم الحين؟ الزيدية اليمن؟ في اليمن غالبا، في اليمن، قد يكون أيضا جزء منهم في المملكة، أيضا في حدود اليمن هناك، هذا مكان الزيدية تقريبا. الإسماعيلية طبعا ثلاث فرق، أغا خانية ومكارمة وبهرة، وأيضا يتوزعون مكارمة في المملكة، والأغا خانية والبهرة في الهند وباكستان وأفغانستان وغيرها. الاثنى عشرية أيضا فرق، حتى الاثنى عشرية انقسمت إلى فرق، يعني منهم الإخبارية، الأصولية، الشيخية، لكن بشكل عام الرشدية، يعني فرق كثيرة حقيقة، يعني لا يمكن حصرها عن الآن. أبرز الملامح التي يتكي عليها المذهب الشيعي. طبعا كلهم شوف كلهم يتفقون في قضية اللي هي وهي الإمامة. كلهم، وإذا تسمى فرق إمامية، الإسماعيلية إمامية، الاثنى عشرية إمامية، الزيدية إمامية، كلهم تجمعهم هذه الكلمة، كلمة الإمامية. وأنا سأختصر لك هذه الإمامية. نعم. بدقائق إن شاء الله تعالى. أولا، هي بدأت الفكرة، تسمح لي باستعمال كلمة بدل الفكرة اللي تبيه، بكذبة، بدأت بكذبة، مفادها أن الإمامة نص من الله ونص من النبي
صلى الله عليه وسلم إلى علي مباشرة بعد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كانت كذبة. هذه الكذبة فرخت أكاذيب، هي كانت كذبة أن النص على علي رضي الله عنه، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستلم الخلافة علي، وإنما استلمها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فقالوا غدروا به وأخذوا الخلافة رغما عنه فكفروهم. ثم بعد ذلك جاءت قضية أخرى وهي الصحابة أين هم؟ لماذا لم يدافعوا عن علي باقي الصحابة؟ لماذا لم يطالبوا بالحق الذي لعلي؟ فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلهم أو كلهم مع استثناء يعني أحد من الصحابة. تطورت الفكرة وجاءت غريبة وآبدة من الأوابد، وهي أنها خرجت فرقة من الشيعة يقال لها الكمالية أو الكاملية، فقالت طيب علي رضي الله عنه لم يطالب بهذا الحق، لماذا سكت عن أبي بكر؟ لماذا سكت عن عمر؟ لماذا سكت عن عثمان؟ إذن علي شارك في هذا السكوت فكفروا عليا رضي الله عنه. لماذا؟ كيف يسكت عن حقه الذي أمره الله به سبحانه وتعالى؟ وتطورت هذه الفكرة وهي قضية القول بإمامة علي رضي الله عنه. ولكن لما لم تجد هذه الفكرة أي دليل من كتاب أو من سنة يعني يؤيدها، اضطروا إلى كذبات أكثر وأكبر حتى يؤكدوا هذه الفكرة. فجاءت كذبات أخرى تؤيد هذه، وهي القول بأن القرآن محرف. لماذا؟ القرآن لا يعقل أنه لم ينص على خلافة علي وهو نص من الله، خاصة إذا قلنا الإمامة ركن من أركان الدين، كيف لا ينص الله عليه؟ ينص على الصلاة، ينص على الزكاة، ينص على الحج، ينص على الصيام، ينص على التوحيد، ولا ينص على الإمامة وهي أهم من هذا كله. فجاءت دعوة أخرى أن القرآن حرف وبدل وحذف منه ثلثاه أو ثلاثة أرباع، وهي الأمور التي تنص على فضل علي وآل بيته والخلافة التي جاءت فيهم أو دم أعدائهم كما يسمونهم هم باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت دعوة تحريف القرآن من جهتين، دعوة تحريف اللفظ ودعوة تحريف المعنى. دعوة تحريف اللفظ أنه حرفت آيات بألفاظها صريحة في علي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت كما يقولون، كمثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قالوا ليست هكذا وإنما هي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقالوا لا كنتم خير أئمة أخرجت للناس. وهكذا هذا تحريف باللفظ، لفظ القرآن قال هذا حرف، لفظ حرف وآيات حذفت في فضائل آل البيت أو نص الخلافة عليهم أو نعم الطعن فيه من يسمونهم بأعدائهم هم باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء التحريف بالمعنى، دعوة التحريف بالمعنى كمثل قول الله تبارك وتعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قال لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد، وكان الكافر على ربه ظهيرا قالوا الكافر عمر، وكان على ربه وهو علي ظهيرا يعني ظهر على علي وأخذ الخلافة منه أيد أبا بكر ثم أخذها لنفسه ثم جعلها في عثمان، فكان عمر ظهيرا على علي. ثم بعد ذلك توالت الأمور فجاءوا يعتدون على السنة فنسبوا أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقوي هذه البدعة أو هذه الفكرة أو هذه الكذبة، كمثل حديث الإنذار يوم الدار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وعلي له من العمر رضي الله عنه 8 سنوات أو قريب من ذلك في بداية الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة من بعده. ثم جاء حديث الطائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرسل إلي أحب عبادك إليك يأكل معي هذا الطائر. ثم بعد ذلك جاء حديث أنا مدينة العلم وعلي، ليؤكدوا هذه القضية وهي أن عليا رضي الله عنه هو الخليفة المباشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذبة صغيرة تبعتها كذبات كثيرة. لكن لو قطعتك، هناك من الشيعة اليوم من تسأله، وهذا أنا سألت بنفسي، يقول لك القرآن لما تسألهم عن تحريف القرآن يقول لك لا اللي بين دفتي المصحف هذا هو المصحف ولا نقول بغيره. ولما تقول لهم مثلا عن سب الصحابة يقولون نعوذ بالله من سب الصحابة ويعترفون يعني يقولون لك هذا علنا. وأنه هذه هناك تجاوزات معينة وكذا وكذا، لكنهم ماذا هل هؤلاء هي تقية كما يقال أو لا فعلا هذه عقيدتهم ما